سلطت كاميرا قناة النهار ضوء على إطار من إطارات البعثة الجزائرية المتوجهة للبقاع المقدسة، وهي طبيبة سونيا حمام التي ستكون رفقة الحجيج للسهر على متابعة حالتهم الصحية، خاصة وأنها أول زيارة لها لمكة والمدينة الشريفة. يقول هشام خيراني وإكرام طباوي. هي وصايا السيدة سونيا حمام لأختها التي ائتمنتها على أطفالها الثلاث. أخصائية الطب الباطني من ولاية خنشلة اختيرت لتكون ضمن الطاقم الصحي لمرافقة حجاجنا الأبرار بالبقاع المقدسة تحت عباءة البعثة الجزائرية. Médecin interniste de la wilaya de Khenchla, l'hôpital de Khenchla. C'est la première fois qu'il y a eu le Hajj, qui a eu le Hajj. Et en même temps, c'est la première fois qu'il y a eu des missions au Hajj en même temps. سونيا التي ستزور مكة لأول مرة امتزج لديها شعور الفرحة لرؤية أطهر بقعة بالأرض وشعور الحيرة لأنها ستفارق أطفالها الثلاث المقبلين على الدخول المدرسي. سونيا فضلت التضحية بالأجواء العائلية لتسخر نفسها لخدمة حجاج الجزائر بالسعودية. تفي نورمال شو مقلقة عندي 3 أنفان خليتهم عند أختي مع لو ماري وش حنقول لك يعني سافك جوا اللي حنروح باسكو سيت اون ميسيون نوبل. هو نداء الواجب الذي لبته سونيا، كيف لا وخدمة الحجيج وزيارة الأراضي المقدسة لا يقاوم رغم مرارة البعد عن فلذات الكبد.